طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامج أماس رمضان. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم. يشاركني تقديم هذه الحلقة الزميل سيدي محمد جوان. فاطمة شكرا لك، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. منذ ظهور أول حالة بفيروس كورونا العالمي في البلاد، اتخذت السلطات العمومية حزمة من الإجراءات الوقائية للتصدي لهذا الداء، ولعل من أبرزها إغلاق الحدود وحظر التجول ليلا، مما كان له تأثير على الحياة اليومية للمواطن، خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك. موضوع حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام هو الإجراءات الوقائية وأثرها على الحياة الرمضانية. لنقاش هذا الموضوع استضفنا لكم الدكتور محمد رمين والعبيدي، طبيب عام مقيم في الأمراض النفسية. أهلا وسهلا بك دكتور. كذلك استضفنا لكم الداهو اللي سلم مدير مكتب تنيبة للدراسات والاتصال. أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم. لكن محمد، قبل فاطمة الدخول في نقاش موضوعنا لهذه الليلة، نتابع التقرير التمهيدي الذي عده الزميل باهبيري. كوفين 19 اسم يتصدر الترند العالمي في كل محركات البحث. فيروس كورونا ظهر على حين غرة فاحتل العالم بسرعة، غير أن هنا في موريتانيا نختلف باختلاف المكان ونتوحد في الإجراءات العالمية، فكان للوضع وقعه حظر للتجوال وشلل في الحياة العامة. فجاء شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي ينتظره كل المسلمون في أصقاع العالم، إلا أن العاصمة نواكشوط استقبلته بصمت مطبق، فحالها كحال مثيلاتها في العالم. فشهر المبارك كان موسما للخيرات والسباق نحوها، فتعد الموائد ويجتمع الجمع في مكان واحد، تحفهم روحانية الموسم الرمضاني ويزاولون أنشطتهم بكل عفوية، كزيارة للأقارب والرياضة الليلية على شوارع نواكشوط الفسيحة آمنين مطمئنين. لكن رمضان سنة 1441 هذا الذي نعيشه اليوم استثنائي وسيتذكره الكل، فحظر التجوال يبدأ 9 ليلا أي بعد الإفطار بساعة ونصف، ما ألقى بظلاله على الحياة العادية النشطة، فالكل داخل البيوت لا يبرح مكانه، تماشيا مع تعليمات الدولة الرامية إلى الجلوس في البيوت والتقيد بكل الإجراءات. فما هو انعكاس هذا الإجراء على الحياة اليومية الرمضانية؟ جواب هذا السؤال يأتيكم في برنامج أماس رمضان الذي تشاهدونه هذه اللحظات. عدنا لكم مشاهدينا الكرام. إذن سأبدأ معك الدكتور لتحدثني عن ما هو تقييمك لهذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لهذا الوباء. أهلا بكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر القناة على استضافتي لهذه المرسة لأمير الرأي العام، وبارك لكم بهذا الشهر الكريم، وبارك لجميع المواطنين إن شاء الله يعود فرصة لكشف هذا الوباء إن شاء الله. آمين إن شاء الله. بالنسبة للإجراءات اللي اتخذتها الحكومة، هي إجراءات جد إيجابية. الحمد لله الحكومة كانت سباقة بالنسبة لإغلاق الحدود، بالنسبة لغلق المطارات، وهذا جنبنا ياسر من انتشار الوباء، وبدأت الحالات محدودة جدا، ونعتبر تقريبا المرحلة مسيطرين على الوباء حاليا، وبالتالي رضا عام عن الإجراءات اللي اتخذت صحيا واجتماعيا. كيف كان تعاطي الطاقم الصحي مع هذه الإجراءات؟ شنو هي طريقة عمله؟ طبعا بالنسبة للطاقم الصحي اللي هو الطاقم الأول اللي في الواجهة، بالنسبة موجه له تحية من هذا المنبر، والله تحية طيبة للطاقم الصحي. طبعا ومعهم ملي الطاقم الأمني بجميع مفاصله. الطاقم الصحي بدأ تكوينه بالعجلة، معدلين له مثلا الدورات بيسمح لي يتعاملوا مع هذه الحالات، وبدأت مستشفيات ميدانية بدأت تنطرح. من كان يشرف على هذه الدورات؟ فن عدلت الوزارة جهاز مخصص لهذا الوباء كورونا كوفيد 19، فيها دكتور نجاي وفيها مجموعة من الدكاترة. لكن أنا أسأل عن مكونين كابتن، أن هناك دورات سريعة للفريق الأول المباشر لحالات الاشتباه وحالات التي ظهرت عليها أعراض هذا الداء. طبعا الوزارة عندها
تواصل مع الجهات الطبية في الخارج. قبلت التجارب من الصين ومن دول الجوار، تواصلت معهم وجاتنا مولي ديزيكيب مثلا من ألمانيا وفرق من أكثر من شيء، وكونت الأجهزة الطبية المحلية هون بيسم حالة تتعامل مع هذا المرض، بيسم حالة شخصه، وبيسم حالة تستخدم الفحوص إلى آخره، والإجراءات الطبية اللي يلت المناسبة اللي يلت تعد. جميل جدا. ده ما هي الآثار الجانبية لحظر التجول على حياة المواطن من منظوركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. في البداية هناك الكثير من الإجراءات التي تغيرت. هذه الإجراءات منها ما هو الزيارات بين الأهالي والتي كانت مستمرة طيلة رمضان، الشهر رمضان المبارك، أصبحت ممنوعة بسبب حظر التجول. هناك أيضا ممارسة الرياضة التي كان يمارسها الأفراد بعد الفطور، أصبح حظر التجول يمنع منها. كما أن الإفطار الجماعي الذي كانت تنظمه هيئات المجتمع المدني والهيئات الخيرية تقلص بسبب هذا حظر التجول. بالجملة هناك الكثير من المتأثرين بهذا الحظر الذي نرجو أن يتقلص في الفترة القريبة. ما هي البدائل من منظوركم لمثل هذه الحالات، الحالة الاستثنائية التي يعيشها العالم بأكمله وموريتانيا جزء منها، وفي ظل معرفتنا بأن شهر رمضان هو شهر السهر عندنا في مجتمع البيضان والسهر إجبار والتراحم وصل التراحم، هل هناك من بدائل ومقترحات في هذا المجال؟ إذا ما تمت السيطرة على الحدود، لما تمت السيطرة على الحدود لمنع المتسللين من دخول البلاد، وتم قطع الطريق كما هو قطع الطرق بين المدن كما هو مطبق الآن، يمكن التخفيف من هذه الإجراءات، إجراءات حظر التجول خصوصا، مع نجاعتها، مع أنها أثبتت نجاعتها. بل هي الحل الوحيد، لأن كوفيد 19 حتى الآن لا دواء له إلا هذه الإجراءات. لذلك لازم على المادة تقبل بها. أدرك لهنا انتقل بالسؤال شارك دكتور نحن في شهر رمضان المبارك. شهر رمضان نحن دائما في الأسرة الموريتانية مائدتها تعود عليها ياسر من الشيء غير كنا، لكن عدرو توازن مع الرياضة هي كي تم فمت نظام صحي متبع، بينما وركت عندنا حظر التجول عندنا هذه الإجراءات، شن هي النصائح اللي تقدموا انتم هون إفطار صحي للصائم في هذه الظروف؟ مع أنكم انتم خلال الأعوام الماضية كنتم من الدعاة للرياضة دكتور. أنا حتى سنبقى دائما من الدعاة للرياضة لأن الرياضة صحية جدا. طيب شكرا للسؤال. بالنسبة لهذه الحالة الاستثنائية تحتاج للإجراءات الاستثنائية. صحيح. طبعا أولا الإفطار الصحي عند الموريتانيين يحتاج لشوي من الضبط، يعني يلتنا بالمائدة الإفطار نحاول مثلا، طبعا أكثر شيء صحي يبدأ الإنسان التمرات محدودة ثلاثة أربعة، يعني السكر مهم جدا، يعني الإنسان أعطى ساعات وما كان يستخدم السكر والجسم يحتاج له. ثانيا الماء وأهم شيء، ذلك يبدأ حد يقبل حد عصير برتقال والله من الفواكه والله من الخضروات، عقب ذلك تلبي وجبة سوب، هي وجبة جد صحية وينصح بها، منعشة للجسم، منعشة وصحية. عقب ذلك تحاول مدة تقلل من ذيك المكسرات اللي نعدلوا المقليات خصوصا ذيك اللي بياسر من السكر والوجبات الدسمة. وطبعا عقب ذلك عقب ساعة ساعتين يلا تعود لما وجبة من بروتينات اللحم، هي وجبة الأفضل من الجسم. هذا بالنسبة للإفطار الصحي بشكل عام. بالنسبة للإجراءات اللي يلا يتخذها الشخص بالنسبة للتعويض للرياضة، فما بدائل اللي ينقال له الرياضة المنزلية، يقدم مثلا الشخص يعدل مجموعة من الرياضة. طبعا هذه الرياضة عندها ضوابط، الأشخاص اللي مثلا كبار ولا الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة كمثل القلب إلى آخره، سبق يعدلوا أي رياضة مجهدة سواء كان بالمنزل ولا في الخارج، يحتاجوا يتصلوا على الطبيب ويعطيهم الإجراءات المناسبة. بالنسبة للأشخاص بشكل عام ما عندهم مرض، يقدروا يمارسوا رياضة نقر منز، رياضة تعود خفيفة من التحرك من جري قليلا بعض الحركات، ويقدروا يشوفها طبعا الإنسان بالمواقع تجبري فيديوهات إرشادية لكيفية رياضة داخل المنزل، والله بما فترة بين 8 إلى 9 إلى قد الإنسان يتمشى قليلا ويرجع طبعا بدون ما يخرق حظر. بعض المواطنين فضل الرياضة المسائية قبل الفطور، كيف هل هناك من تأثيرات على هذه الرياضة؟
حسب احتمال هل هي بنية الجسم بالمقام الأول أم ماذا؟ حسب قدرة الشخص. حسب قدرة الشخص. كان مجموع اللي يقدم مثلا عدد ذكر رياضي لأنه ما استنزف ياسر من مخزون السكر عنده. والبعض الآخر اللي استنزف ما ينصح به لأنه قد يسبب له هبوط شديد في السكر، يسبب له إغماء والمشاكل الأخرى، لذلك ما يلا ينصح به. ودائما الرياضة دائما شبه تعود بعد الأكل، لأن يعني الجسم فيه شوي من عنده طاقة عادة عنده طاقة. دكتور سابق نتخطى وقضية الإفطار، نحن مجتمع عنده عادة أتي يشرب أتي، فيه بعض الأشخاص اللي يكر تمرات ويشربوا ماء ويسلب لهم أتي مباشرة، شنو هي خطورتك وشنو هي آثارك للصحة؟ بالنسبة للأتي هذه الشاي بشكل عام المجتمعات العربية ما تصيب عنه، خصوصا المجتمع الموريتاني. صحيح. لذلك هون تبقى مثلا كل شخص وطبيعته. الأشخاص اللي مصابين بمرضى السكر الله يحضرهم من أتاي اللي يعود فيه ياسر من السكر، عندهم سكر خاص به. الأشخاص العاديين شوفوا بالمن يناسبهم، خالق الناس اللي تشرب مثلا أتاي ما بات واقت شيء سبب لهذاك بعض الآلام وبعض يقولوا له المجبنة. خالق من الأشخاص اللي دائما يسبقوا لي أنه يقبضوا راس أتاي، وطبعا نتيجة للغياب ذيك المادة اللي تعود عليها الجسم. درا كانوا يرجع للتأقلم والله بدأ به اللي واحدين لا بد لهم توهم نتاي يسوق عمام غايدين شيء بدنا يدخلوا بتاي بارزين مثلا. طبعا هذه النقطة اللي كنت نتكلم عنها أخيرا هي أعلن الجسم طابع لذاك الشيء، والشيء يعتبر مثلا إنين يقبل واحد بوقات محددة طيلة أسابيع وسنوات، إنين يتخطى ذيك الأوقات الجسم يحتاج ذيك المادة اللي بتاي، بالتالي لا بد له منها يقعد مثلا شبه مدمن عليها. ذاكبة مثلا بعض المواد الأخرى كيف السجاريت مثلا، مع أنها طبعا غير صحية ولا ينصح بها، لكن بعض الأشخاص كيف نفطر لا بد له من السجارة، لأنه الجسم طابع لديك طابع للمادة فيها. جميل جدا، ياك ما نظل مده لا بد من نرجع له شوي سابق. صحيح. أنتم في مكاتب الدراسات كيف ترون هذا الوباء الذي غير من أولويات العالم في مكتب بشكل عام؟ نحن في مكتب تنيبة للدراسات والاتصال نقوم بإعداد دراسات عن هذا عن فيروس كورونا، خصوصا أن هذا المرض هو مرض حديث والدراسات حديثة عنه. نقوم وفي نفس الوقت نقوم بنشر دوريات، نشر مطويات تبين خطورة هذا المرض وتبين طريقة الوقاية منه. من أين تستقون معلوماتكم في هذه المعلومات؟ متوفرة من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة الموريتانية، معلومات متوفرة أصبحت متداولة لدى الجميع ويمكن لأي شخص أن يستفيد منها. نحن في مكتب تنيبة للدراسات نقوم بإعداد دراسات خصوصا عن المناطق الشرقية اللي الوعي فيها منتشر، الوعي فيها متدني أو منتشر كما قلت متدني. متدني للأسف المناطق الشرقية هي الوعي فيها متدني، ولم بعض المناطق ما هم قاعد سامعين بهذا الفيروس، وعدلنا دراسات حول هذا وعندنا ممثلين. شنو هي الحلول اللي استنتجتوا انتم من هذه الدراسات عنكم؟ شنو هي الطريقه اللي تقدروا توعوا بها اكبر كم من هذو المواطنين اللي ما عندهم وعي بهذا الوباء اللي خطير واللي اي لحظه يقدر؟ التوعيه المباشره هو بارسال بعثات تمكن من ميدانيه تعرف بهذا الفيروس وبطريقه طرق انتقاله. تحت أي عباءة؟ هل هي تحت عباءة مكتب الدراسات أم تحت عباءة المكتب؟ تحت لكن هذا يتطلب قدر من الإمكانيات والوسائل أيضا. منترك هل أنتم جاهزون من هذه الناحية؟ كمان أرجو أن منترك هاي البعثات تقبل ذيك الإجراءات الاحترازية كيف تعود هي دائرة كمامات ما تخلق نوع من التجمعات، ما تعدل التواصلات مباشرة بياسر من الناس، هي كيف تتم فهمت ضوابط معينة؟ طبعا هاي البعثات تحترم ذيك الإجراءات اللي تنصح بها وزارة الصحة جميع ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي وجميع تحترم الجميع. إذن شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. إذن مشاهدينا الكرام نصل إلى فقرة تدوينات التي أعدها حمادي المعزو، نتابع. شهر رمضان
شهر المسارعة إلى الخيرات والجود والكرم. كتب يحيى الشيخ أحمد: من منظومة الخير التي يفضي بها شهر رمضان المبارك فضيلة الإنفاق، فالإنفاق هو بذل المال بغية سد الحاجات الضرورية للفقير، وهو بهذا التعريف عنصر فعال في توجيه الجود والكرم إلى أوجه الخير، وبذلك لا بد أن يكون الإنفاق في مجالات الخير. فموقع الإنفاق وسطي بين ثنائية الإسراف والتبذير، وذلك ما يبوئه المكانة الرفيعة القائمة على وسطية الإسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا تبذير ولا إسراف. وكان بين ذلك قواما. وفي السياق ذاته كتب المدون إبراهيم البيدة: شهر رمضان فرصة لا تعوض، ففيه تفتح أبواب الخير وتتأكد أعمال البر ويضاعف الثواب. ومن أهم الأعمال في ظرفيتنا الراهنة الإنفاق في سبيل الله، فلنبذل جهدنا ونساند جهود الخيرين من أجل أن نمتثل جميعا تعاليم ديننا الحنيف. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وفي نفس الموضوع دون محمد المصطفى ميلود مؤكدا على ضرورة الحرص على الإنفاق في شهر رمضان: من فطر صائما فله أجر صائم، فاجتهد أن تصوم رمضان 60 يوما. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الفقرة الثابتة ضمن برنامجنا أماس رمضان، والتي هي عبارة عن تدوينات بعض المواطنين الموريتانيين التي نالت ربما شغف وإعجاب حمادي والمعزو. زميل سيد محمد، نلاحظ أن جميع هذه التدوينات تناولت أهمية فعل الخير في هذا الشهر الفضيل والحث عليه، وإن شاء الله بسببها رفع الله عن البلاء عن جميع العالم. أمين إن شاء الله. بطبيعة الحال هو شهر الرحمة والحسنات والبحث عن الأجر والخير، وبطبيعة الحال فالمسلمون والعالم بأكمله في هذا الموسم أو الشهر من العام نذهب جميعا إلى هذا التوجه. صحيح. ونتمنى أن يكون كل عامنا شهر رمضان إن شاء الله. نتمنى أمدي عن هذه فعل الخير ما يعود مقتصر على هذه الظرفية وعلى هذا الشهر، أن نتمنى مواصلين فيه ياكل مصر. ودكتورة لهنا رجعوا لكم اللي هي تقولون هي طبعا هذه الأزمة اللي توقف طبعا اللي ينشل فيها العمل الصحي من ترى كان خارجين فيه مرضى عندهم أمراض مزمنين، شن هي الإجراءات اللي عدتم أنتم كطباء ياك ما ينقطع اتصالكم بذوك المرضى وأدويتهم اللي أي لحظة بتجيكم حالة حرجة منها؟ مرحبا، شكرا جزيلا. بالنسبة للمرضى المزمنين اتخذت مجموعة من الأطباء مبادرات شاكرين عليهم، منهم نقابة الأطباء الأخصائيين عدلت لائحة للجميع الأخصائيين وسمح الاتصال مسموح لجميع المواطنين وعطوا إقامة المداومات طيلة الأسبوع، ونقابة الأطباء العامين أيضا عدلت مبادرة وفتحت لائحة لأي مريض عنده مشكلة عنده يبقي استفسار يبقي يسول عن الدواء، خصوصا المرضى المزمنين لأنهم يحتاجوا للدواء الدوري، وفي نفس الوقت ظن خطورة أكبر عليهم إذا دخلوا المستشفيات والله دخلوا في مجمعات فيها ياسر من الناس، لذلك يحتاجوا للحذر. هم رسم يحضروا على صحتهم يتواصلوا يقدروا يتواصلوا مع الأطباء عن بعد، وفي نفس الوقت المستشفيات عندها برامج الاستشارات دورية خفتها الدولة إلى أقل حد، لكن فما برامج حسب كل مستشفى عنده استشارات للمرضى المزمنين خاصة بهم. إذا نوعية التواصل الآن هي التواصل عن بعد؟ هو التواصل المفضل إلا إذا اقتضت الحاجة على المريض يجي للطب، أو العكس مثل ما مبادرة الأخصاء هذه تصل ربما البعد حسب المعلومات اللي نعم عندي. إذا احتاج للطبيب يمكن الطبيب يتنقل والله ينصح على أنه يجي للطبيب إذا احتاج للطبيب، إذا ما احتاج له يقول له فقط أنه يعدل الاستشارة عن بعد يكمل الدواء والله يعدل الإجراء الطبي المناسب. وهما أصلا مرضى أصحاب الأمراض المزمنة شي يطلبوا مثلا
من الرعاية الصحية من نوعية الرعاية ومن درك أن لابد لهم دائما يعودوا في الطب، لابد لهم من مراجعة الطب دائما، لابد لهم من استشارات دائمة، والله عندهم أدوية دون ما فرقت ما عندهم مشكلة. المرض المزمن هو المرض الذي يحتاج العلاج دائم مستمر، هذا علاج مستمر ما يتوقف. هذا المرض حسب المرض المزمن، يعني في مرض مزمن مستقر ولا ما يحسب شيء يعمل دواء ما عنده مشكلة، في مرض مزمن ملاهي قد يجبر اضطرابات المرض من راسه، ذيك الاضطرابات اللي تخلق هو اللي يحتاج للمعاينة للطبيب اللي يعالجه، وبالتالي هذا اللي ينعود مرض ما عنده مشكلة يقدر يتم يعمل دواء ويتواصل مع الطبيب اللي عاد عاطيه ميعاد معين على 3 اشهر ولا 6 اشهر، إذا قد يتواصل معه عن بعد يسوله كان يحتاج يجيه والله بدي زينة، إلى ما قد يعدلها فن أرقام مفتوحة للجميع الأطباء قد يتلفن مسوى المكان قد يجي للطب والله بدي وحسب نوعية الأعراض اللي عنده دور يجاوبه. غير علميا من درك كان مستحسن الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة والله لقاء المباشر بالطبيب. طبعا هذه الوسائل لا تغني عن المعاينة السريرية للمريض، هي فقط إجراء استثنائي تأخذه الأطباء باش يخفض الضغط على المستشفيات تعود ما تجيهم مع الحالات اللي تحتاج المعاينة، مثلا حد جابر نازلة خفيفة ولا جابر حمى خفيفة ولا جابر صباع خفيف، هذا ما يحتاج يجي المستشفى، هذه الحالات الخفيفة إلى عاد قلق جدا منها قد تلفن على طبيب يتواصل معه يعود إلى عاد يحتاج للدواء يكتبره إلى عاد يحتاج نصائح ما اللي يقولوا له. هذا يقودنا ربما أن الحقوق على مرحلة أكثر من ذلك، نعود كل مريض الطبيب ربما ما في العائلة هو اللي هو المستحسن على نظام طبيب عائلة، كل تقريبا عائلة تتواصل معه يعود هو باري بملفاتها الطبية. دكتور سابق نتخطى ونختارك، تذكر السادة المشاهدين بأعراض فيروس كورونا، ياك أي حد شاب حاله مشتبه فيها ولا حس هو بشي يبلغ عنها اللي ذاك اللي عود أحسن إنه كامل. طيب جدا الأعراض الفيروس كورونا اللي مثلا تحت ذكرتها وزارة الصحة وذكرتها منظمات الصحة العالمية تبدأ من أعراض تنفسية أولا مثلا كحة دائما تعود يابسة، بعض الأحيان قد يصل للضيق التنفس، بعض طبعا قد يجبر حمى، قد هناك ضيق التنفس من درك كانوا متواصل والله حسب الأشخاص حسب الأشخاص قد يجبر مثلا الحمى، ديك الحمى عادة تعود زايدة على 38 درجة، قد يجبر التعب، قد يجبر آلام في بعض المفاصل، قد يجبر مشاكل في حاسة الشم والله حاسة الذوق، وبالتالي الأعراض موجودة والأطباء نعود حد مشتبه براسه يلا يتلفن على الرقم الصحي 1555 ضمن فريق مكون قد يعود يقوله كان هذه الأعراض هي الأعراض المشتبه بها. والله جميل. إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير بعده نعود، لا تذهبوا بعد. غنت عليه وتغنت به الأيقونة الراحلة ديمي من تابا كما عشقه وكان أسير هواه ولا دبا وولد القصري، بل وكل من ولد أو وطأت قدماه أديم أرض تقانت. إنه الرشيد، وما أدراك ما الرشيد، ملهم الأجيال ومهد حضارة الجمال الأدبي والثقافي، فهو بجداوله الرقراقة وواحات نخيله الباسقات ذات الأكمام لوحة فنية جميلة تدفع كل شاعر لأن يجود بما في قريحته من منظوم الكلام ليرسم تلك اللوحة بطريقة شاعرية أدبية تتناسب وعظمة المكان. فتى يمسي ويصبح بالرشيد يعلل بالنسيم وبالنشيد، وأكمام النخيل تريه زهوا على جنبات ذا القصر المشيد، يحن لأهله وفضول مار لعمر الله لم يكن بالرشيد. وقد كان الرشيد ملهما للشعراء الشعبيين المغنين إذ خلدوه في أكثر من طلعة وقاف. لا يحجلك عني ناسيك يا الرشيد، لا نزهد فيك أنت وشجارك وهاليك، ما نساه عمري في عوام الرشيد الموجب نرخيك، أنا ما ننسى فيك أيام الشبان تجيك وتبغيك وتورى فيك ملي الأريام، وإذا حدث هل عنك حي في الوتات وشوفت الأفلام، لا تضياق أخلاقك يا خي أنت عنك ما فيك أعظم. ويقول ولا دب مترنما بالرشيد، بل مقيل البيضاء لوان الحر تنزلها الشبان، والقيفان يخوض الكحلان والناس الرفاع الرشيد، وبلد زاد رفود زوان
وطروح مرفود بلاقيت رفاد مصطاد وفرحان والكسحة قاع عليه بعيد علاه المنان على ضان بكسور ووساه المجيد أيام وباط أيام عياد ولياليه أدوار غيد وفيه الغيد على كرزات اللي تتحفل يوم العيد. ويبقى الرشيد رغم عاديات الزمن وهجر الأحبة طودا شامخا أشما وقلعة من قلاع الأدب والثقافة والجمال تهواه الأنفس والقلوب. كانت لكم مشاهدينا الكرام ذاكرة مكان عن معلمة الرشيد العريقة التي أعدتها زميلتي فاطمة وكانت من قراءة الزميل محمد لمين والعبد الودود. فاطمة وأنت حمد التصحيح محمد لمين والعبد الله لمين والعبد الله أثناء فاطمة أثناء كتابتك عن الرشيد المعلمة العاد بك إلى عبق التاريخ الرشيدي أم ماذا؟ بالتأكيد الرشيد أحد الأماكن الأكثر اللي تناوله الشعراء والمغنين في شعرهم، غنات به الأيقونة الراحلة ديمي من تاب، كذلك غنى به سدوم والليد، كذلك الخليفة والليد. الرشيد مكان جميل، أنا ما راد مولانا أني قط زرته يا غير الله وتوب مشوقة أني نزوره، لذلك رسمت له صورة خيالية في ذهني عن طريق هي اللي كتبت هذا النص. هل تتمنين مستقبلا أن تذهبي للرشيد؟ بالتأكيد بالتأكيد أتمنى ذلك. إذا نعود لك الده هل هناك دراسات الآثار الجانبية الاجتماعية لهذه المرحلة المعينة اللي يعيشها العالم ككل ودولتنا بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آثار جانبية يمكن التمييز بين نوعين منها آثار إيجابية ومنها آثار سلبية لحاضر التجول. آثار الإيجابية وهي السمة الغالبة تتمثل أساسا في منع انتشار فيروس كورونا، حيث تمكنت هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتي تعتبر إجراءات استباقية تمكنت من منع انتشار هذا الفيروس. كما أن هناك آثار جانبية، هناك كثير من الإجراءات، ما كمثلا القطاعات الاقتصادية، هناك الكثير منها استفاد من هذه الأزمة، مثل الشركات الاتصال استفادت من هذه الأزمة، وهناك قطاع الاتصالات والبنوك استفاد أيضا. أما القطاعات التي تضررت من هذا الحظر فهي أساسا أصحاب المهن الحرة، لكن بالمقابل هي القصة قصة حياة وموت. لذلك أنت اليوم ما تعيش حياتك بشكل طبيعي وذاك اللي يؤديك لياسر من المخاطر ويؤدي لهذا البلد، يا إما تلتزم بهذه الإجراءات اللي هون أعطتني فكرة عن العالم يقد يصيب عن التواصل المباشر، نقدر ننتقل لمرحلة معينة وهي التواصل عن طريق وسائل التواصل عن طريق الشبكات. هذا لا، حسب المرحلة. الدولة طبعا هي المخولة على أنها تقرر إذا كانت تخفف من ذلك الإجراءات والله تزيد منها. إحنا حالا عندنا الحمد لله ما عندنا حالات من هذا الوباء الحمد لله، معناها الدولة يلا تخلص المواطنين الوضعية اللي هم فيها قريب من شهرين هذا متضررين، فمياسر من القطاعات خصوصا القطاع الغير مصنف أصبحوا متضررين، يجب على الدولة أن تراجع هذه الإجراءات كي يتمكن هؤلاء من مزاولة ولو بعض أعمالهم اللي ما يقدر يتموا ما عندهم دخول ولا عندهم. حسب رأيك عن الغربية الحالية لما يقدر يصح فيها اللي هو العالم كامل في حالة استنفار ونحن جزء طبعا بسيط من هذا العالم، معنى هذا أن نحن جزء من هذا العالم، غير حبان الله على أن الحمد لله ما انتشر فينا. المرحلة الأولى اللي فأتكلم عنها وزير الصحة الحمد لله قال عنها تخطينا المرحلة الأولى، هيك المرحلة تخطيناها وتجاوزنا شهر اللي هي مرحلة التفشي تخطيناها وتجاوزنا شهر المرحلة الثانية. المرحلة يلا يعود من دراسة المتضررين من هذا الحظر ومحاولة التخفيف عنهم، خصوصا مع بداية شهر رمضان وشهر الصوم والناس لابد لها من ياسر من التكاليف قد يعود ما
ياك استاذ داركم ما لاحظتوا هذه المساعدات اللي مقام بها وذا الجرب اللي عدل الحوالي 30,000 اسره لمستوى نواكشوط وحده مثلا؟ ذيك عمليه كانت لهي كانت ستوتي وكلها لو انها تمت بطريقه مضبوطه. يا ذاك ستقيم من فم لكن القرارات تجر تجاريه لان الوضع العالم كامل ما كان على اهبه استعداد عن ما كان على معهم فيروس كورونا انه ليداهم اكبر دول العالم ما كانت مستعده وهي الان تعيش صراحه مراحل صعبه وحنا الطايل ان شاء الله معنا عند رجال تلتزموا الاجراءات يا كنتم انا بعد داعي التخفيف منها ياسر انا بعد ادعو التخفيف نقدموا منها التخفيف ولو جزئيا للناس عادلها فيها قريب من شهرين يلا لا يخفف منه قد ما فتح الطرق بين المدن قد ما يخفف منه بيدي حالا اثبت على انه هو الحل غير بالنسبه للاعمال كيف الاسواق وكيف لو فتح بعض الاسواق ياك الناس قد ينزاد دخولها شوي بيدي مشكله نحن مجتمع صعيب ضبط جميل جدا متروك اللجان المكلفه يعني اللجان المكلفه انا اللجان اعلنها لا نصل الى فقره هديه الامارسي مع الاديب محمد فاضل والبناني متابع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد فاضل البناني وعندي هدية لبرنامج الأماسي على القناة الموريتانية الثانية وهو عبارة عن اطلع في المديح والتوجيه والتوحيد وراجي مع عند مولانا إن شاء الله بأنه تعود هدية تعود في بلدها لأن هذا البرنامج صراحة برنامج مهم وبرنامج يالت الناس كاملة تخرصوا لأنه برنامج هادف ومهم. يقول من المرحم مانك مخفي ومن البساعة صفاء يا الرسول هذان في الدنيا هما الرحماء وعطاك الله جميع المجد اللي ما نعطى قط الحد قبل الوجود وعدت أحمد وانت صفيا بياء وادم من قبل المحتد مازال في طين والماء وفيك من البدع المسدد فابتداء وانتهاء يا طه شي ما عنده حد لانتهاء وابتداء وبرست أفطنك مؤيد للكون وضوات أرجاء به انت كأنك قد خلقت كما تشاء من لم أرحم مانك مخفي ومن البساعة صفاء يا الرسول هذان في الدنيا هما الرحماء وشمس الهداية محقة يا الرسول الفات ترقى في السماء بلا مشقة يلبيك الكون استواء ومفكرني كيف ترقى رقيك الأنبياء يا من بك القلب رقى وبك فاز السعداء لا عندك تبراد الدقة والقلب يجول بصفاء ويا سماء مدقة ما طاولتها سماء من لم أرحم مانك مخفي ومن البساعة صفاء يا الرسول هذان في الدنيا هما الرحماء وفي طلعة أخرى تقول ربك سواك لين تكمل بيك الدين يا سيد الكونين يا الما كيفك موجود يا المعصوم من الشين يا المبرع يا عمود الاستقامة والدين يا الجود اللي فيه الجود يا لمونك الحنين يا العارض يا التبرود يا الأنبياء يقين عند كتافك مشهود على ذاك بتبيين من النص المعهود صليت عليك هجين داير في الخير نسود ونعود الصالحين منهم ومنين نعود وصليت عليك لين نسلم يا المقصود يا طه يا ياسين يا الرسول المنشود يا بلقاسم الأمين يا محمد محمود يا المشتق من الحمد يا اللي طاك المعبود ربك لواء الحمد والمقام المحمود. وفيها طلعة ملي من التوسل والتوحيد تقول يا اللي بيك ولا لك شريك صلحة الأخرى والدنيا بيك يا الظاهر والباطن باسميك اسماك ما بيه تكنبي ويلي ماني مشكك فيك والله ماني مترنبي ويا الرازق يا الخلق بتحريك ورزقت باط وتعلم بمن خلقت ويا الكاسي ليك الباس ملاحف والرنبي ويا الوخلط من قنم الفريك بربيع
وبصدر وتسنبي اللي عدلته في بحر يحيك الحوت للحوت تبنبي رشيتك يلي لك مشيك من نارك يسلم لي جنبي وتايب لك تغفر ذنوبي يلا لي من المعنبي منهم يا قابل التوب وسابقها غافر الذنبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم مشاهدينا الكرام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، شاكرين لأديب محمد فاضل ولد البناني على هذا الطلع الرائعة من مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم. زميلة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هو أديب رائع لطالما أتحفنا بإلقاءاته وحفظه، مع أنه أيضا لديه الكثير من المدائح الشخصية. صحيح. لأنه الليلة اختار زملائه عن نفسه. إذا عندنا سؤال لنرجع لكم دكتور، هو بصفتكم طبيب مقيم في الأمراض النفسية، شن هي الآثار النفسية للحاضر على المواطن؟ لكن الإجابة بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم دكتور حيث توقفنا، ما هي الأثر النفسية للحضر على المواطنين؟ شكرا جزيلا. هذه فرصة لنشر الوعي حول الصحة النفسية والعقلية. طبعا جائحة كورونا هي جائحة عالمية، العالم كامل وصاب بها ولا كان مستعد لها، وبالتالي شكلت حدث ضاغط للمجتمعات كاملة، وطبعا منها مجتمعاتنا نحن، والإجراءات اللي نتجت منها سببت مولي بعض الضغوط النفسية للمجتمعات. بالنسبة للأثار النفسية، أولا فما أثار مادية، لأن ياسر من الأشخاص مثلا توقفت أعماله، بالتالي عاد ذلك مسبب له نوع من الخوف والقلق حول الدخل المادي له هو. ثانيا فما أثار اجتماعية، اللي هي اللي قالوا العزلة الاجتماعية، لأن الأشخاص كانت تتواصل حال ما تلا تتواصل، مثلا بعض المناسبات الاجتماعية ما تخلق، ياسر مثلا من الأفراح، ياسر من الإجبار، طبعا عاد معزول، وهذه العزلة في حد ذاتها بعض الأحيان تسبب ضرر للأشخاص. الناس كان دائما تشتغل وتطلع ما تشتغل، هذا مسبب لها نوع من تغير رتمها كامل، وهذا سبب لها نوع من التوتر. من درك أنكم تمفتوا لاحظتوا نوع من فتخلق البعض ولا بدي؟ طبعا هذا بتلاحظته، لأني كطبيب مقيم جاتني كثير من الاستشارات حول هذه القضية، سواء من الأشخاص اللي أصلا محجورين حجرتهم وزارة الصحة، وهذه طبعا نقول على وزارة الصحة قبلت أطباء نفسيين وعادوا يعدلوا مثلا يعدلوا فيزيت لجميع الأمراض اللي محجوزين، وشوف مثلا متطلبات النفسية باش يفهموا لماذا هم محجورين، ذلك يخفف من القلق والخوف عندهم، الضغوط النفسية. صحيح، هذا الموضوع مهم، ولينا رجعوا له غير فقراتنا. بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام، فقراتنا كثيرة ومتنوعة وبطبيعة الحال مشاهدينا الكرام نأخذ لقطة من الأرشيف مع فرقة وبشوط المسرحية، بعدها نعود لنقاش هذه الجزئية من حوارنا. مساءنا وإياكم سعيد، وأهلا بكم معنا. بدأ بداية العدد الثامن من برنامجكم السهري في لحظة، والذي فضلنا أن نقدمه لكم من منزل أسرة موريتانية وقت الفطور، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. خلال هذه الحلقة سيتوقف أحيانا بأسأل السيد ما يفلس والسيدة حرمه عن بعض القضايا الرمضانية. وكسائل أول أتوجه إلى السيد ما يفلس. سيدنا فلس، انتم كيف تستقبلون رمضان؟ رمضان ما شاء الله استقبلنا استقبال زين، ما شاء الله مهيئين له ياسر من طاقتنا، نراك الحمد لله عام اللي حصلنا عليه كاملها من علينا نديروها لا بوكيل والشراب، ولا همنا ان شاء الله انه يكون ذاك اللي تحت يدينا
نديروا غلاف شي يتكل والله شي يشرب. دكتور هو الحق نختار ونعرف انتم شنو تفطروا به. لا باقي في تبارك الله ما لنا مهيئين للفطور. جيراتنا ملانين من الزريق. وهو الكران اللي تراعي فيهم ملانين اللي من انشئ. وهي راك الهشايه الكبيره ملانه من سب. وهو الطيس المقاطين فيهم بنافق وذاك التمر. وعادة تنين يخلق وقت الفطور ما يبقى شيء ما زقلناه مثلا ذاك اللي يلا زقلوه منه نقبضوا أولا تمرات ونوكلوه ونتلبوا لذاك كار الله هني من ننشئ ونرشفوا رشفة الله انتين من السب المطروح ونحوز على هذه بنافه ولا خلوا منه شيء. فتبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الذي هو اللي دائمين له عليه وهي هي نيتنا مولي فيه اللي مساء عليه الحب وقت الفطور اللي احنا نوكله إنه يعود التاسع ما نظل فم شوي مخرجانا به دائما به اللي ما نصيب عنه شوي تعرف وجبة تعود وقت متأخر به اللي تكوس وياسرين يجي للديار ودائما نختار شوي اللي أنا وحدي عقاب اللي تعود الناس ما هي حاضر طيت بعض في المرسوم ليت بني من فم ورهاي وشي من بنانة اللي شافت عيني كامل مش ينافع المقفول اللي أنا وعادة هذا سوق الخضار قعنو بمزال خامسة ونتم فم واقف إحداها اللي شفت نشري وذا اللي بتشرط لك عليه من أنواع الوكيل اللي لا هي يوفى عند هذا يقدر تخلق استراحة فهم شوي ذيك الاستراحة شوي نطوها سابقة كسكس كسكس تبارك الله بلاطات ملاني من كسكس الزين بودهن بولحم وتبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم عندنا منه كمية كبيرة انتم ولا ماصلين ذاك الوكيل سيد هم اللي حرمنا تفهم لاني انا اصلا مجبنتي ما هي معلومة ولا بدالي ملي مني وعدل لي سبقتي خالق ازاز ويا الله انتين من لبن البلوم ملي به اللي انا تعرف ما نحمل دلوين ولا بدالي من هي ما شاء الله تعرف طبيعتي انا ملي نعرف طبيعتها هي لابد لي من الابزاز ويات مولي لابن البلد نجي عليهم المهم اعلاني تم الماصل هذا اني نعود عقاب اللي يدون الصبح شوي نتوقف عن الوكيل اللي لا نية فتروح نوكي والله ما نعرف قاعد يعني ذاك الوقت قادر على النية والله ماني قادر إذن عدنا لكم مشاهدينا الكرام كانت عندنا لقطة من الأرشيف وهي فقرة نحاول من خلالها أن نعود لذاكرة الزمن لذاكرة الزمن الجميل بتراثنا وموريتانيا والمسرحياتنا والأعلامنا لنرجع بالسؤال لك يا طبيب ما نقدر نتخطى أخبار الأمراض النفسية شنو هو تفاعل المرضى اللي يجوكم أنتم كان هم إذا قاعد مؤمنين به عن فمة أمراض نفسية والله ما هم مؤمنين به أصلا طيب جدا بالنسبة للأمراض النفسية دولتنا نحن خاضت على مرحلة مرحلة أولى هي مرحلة التجاهل والحال عندنا بمرحلة القبول وهو قبول جزئي الحمد لله بالتالي طبعا ثم مرضى نفسيين يعدلوا استشارات في طب الأعصاب طبعا ثم مجموعة من الأطباء النفسيين هم اللي انت راه كان مرضى يعرفونهم فاصلين ولا بدي المرضى نفسيين انواع خالق اللي مثلا يعرف انه مريض نفسي وخالق اللي ما يعرف انه مريض نفسي اذا المراحل لانه فيهم انواع واشكال وبشكل عام المجتمع والعائله والاسره هي اللي يلا تعد مثلا عندها الايد المهمه في القضيه يعني نشوف مثلا ارقاج بعض جبر بعض الاضطرابات بعض المشاكل النفسيه ما يلا مثلا نديروا كل شيء على المجبنه مثلا ونقيسوا الحجاب مع احترامي للطب التقليدي لكن اشبه ماده تبدا في الطبيب لا عاد ما في مشكله والله مشكله عاديه راه اذا خيارات اخرى مثلا يقول لك حد انتم اللي نجيكم حد نرجع للطبيب بموضوع مهم جدا لابد من التوازن نشركوا معنا ايضا ضيفنا الاخر نرى استاذ ما هي المعالجات المقترحه لتناول جائحه كورونا من منظور مكتبكم للدراسات والاتصال أنا في البداية نبقي السابقين أختم نبقي نشكر السلطات العليا على الإجراءات الاحترازية اللي قبلت في الوقت واللي فعلا تترك لها وخصوصا الإجراءات المصاحبة اللي اعتمدتها وزارة الصحة وذاك اللجنة المكلفة وزارة الصحة ووزارة التجارة جميل قرار نرجع لسؤالنا بالوقت ما تلمنه ياسر
من درجه المعالجات مقترحه لتناول هذه الجائحه من منظوركم انتم في المكتب؟ المعالجات هي المعالجات تطلب قدر من الدراسات، والموضوع ما زال تحت الدراسه، ما فات الدراسات العالميه ما فات ثبتت الطرق اللي يتم بها علاج ولا طريقه، ولكن العلاج الوحيد المتوفر هو الوقايه. والوقايه طبعا تتم لها من طريق هذه الاجراءات اللي تقبل السلطات العليا، اجراءات الاستباقيه اللي منها قلق الحدود، ومنها قطع الطرق بين المدن، ومنها الحجر الصحي بالنسبه للافراد القادمين من اماكن موبوءه. وبهذه المناسبه شاكر السلطات باطن. جميل جدا. جميل جدا. اذا مشاهدينا عندنا نقطه اخيره كنت نبغينا ما زلنا لنا نرجعوا لكم ان شاء الله، ان شاء الله ما تؤدي نقطة النهاية بطبيعة الحال. إذا مشاهدينا الكرام الآن نصل إلى مسابقة الأماسي التي أعدتها زميلتنا ماسو جاكيتي، نتابع. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في فقرة سؤال الأماسي، في هذه الفقرة نطرح بعض الأسئلة على زبناء مجمع وينجي ماركت. اسمك؟ اسمي بويا محمد ناجي. لين نطرحوا لين نعطيك هنا تشاشي لمدارك تكرر لي 4 مرات ونين تصلحها لتفوز معنا بجائزة مقدمة من وينجي ماركت. الماي راعي في السماء لا تنعتل، الماي راعي في السماء لا تنعتل يعني عن رقاش ينعد ماي راعي في الرواية، الرواية كان واضحة الناس كانوا يراعوا فيها، كيف ما وقع الرواية يراعوا فيها، كيف والله حد من اللي ما شافك معناه انك ما يلتك تنعت راسك، انت قدامه ما يلتك تنعت راسك. إجابة خاطئة. اسمك؟ احمد. اللي تشارك معنا في مسابقة، شنو معنى اللي ما يحلب بيجي ما يبيع في بيجي؟ الناس هاد اللي ما اشتغل في الواية مالي نتيجة. شنو معنى كلي تمسح عن وجهها؟ كلي تمسح عن وجهها على هاي كل حد زاد يدافع عن راسه، يعد له فوق راس الناس. في القدر على فمها تطلع على المنت لمها. في القدر على فمها تطلع على المنت لمها. على هاي زاد تكفي القدر على فمها تطلع على المنت لمها. معناها كلمتك معناها زاد معناها زاد الطفلة تشبه لمها. فزت معنا بقسيمة شرائية مقدمة من وينجي ماركت. اسمك؟ شيخ عبدالله. وداش؟ محمد صالح. شيخ عبدالله نطرح عليك أسئلة ولا تفوز معنا بجائزة. سؤال طويل بلا والد. قدرة. حاجيتك ما جيتك على جيتك؟ كرع على كرعك. طويل ما يقلع عليك. أحبه. فزت معنا بجائزة مقدمة من وينجي ماركت. لين نطرح عليك أسئلة ونجاوب عليهم جواب صحيح لتفوز معنا. حاتم جو نضرب لمان. ضرب لمان. ومثلا قال لك لمان حاتم جو. سبتو. مثلا قال فلان مادر شنو هو؟ تنضرب ذا المثل ينضرب لاش؟ ها؟ فلان مادر. فلان مادر، عارف فلان نادر. نادر يعني نادر من نومه بشكل. نادر نادر. نادر. نادر المعنى واحد. معنى واحد نادر. نادر معناها واحد. ايه كي اللي نادر. نادر معناها نادر، نادر تنقال حد ماله مجال. نادر. نادر ما عرفت جواب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم كامل محمد ولي السلام. لين نعطوك شي ندورك تكررنا 4 مرات. حاسي لحبش خشبو 5. حاسي لحبش خشبو 5. حاسي لحبش خشبو 5. حاسي لحبش خشبو 5. مشاهدينا الكرام هون وصلنا لنهاية هذه الفقرة اللي كانت جوائزها مقدمة من مجمع وينجي ماركت.
ذاك رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذه الفقرة، وهي عبارة عن مسابقة نظمها قناة الموريتانية الثانية بالتعاون مع ويندي ماركت، تقدم فيه شي من الجوائز من أجل تحفيز المجتمع اللي يرجع للتراث ويعود متمسك به، به اللي فهم فئات شبابية بدأت تتخلى عن هذا التراث. نحن ندور ونتمو متمسكين سيما خاصة جيلنا الحديث الجديد للأسف الشديد عاد ناس ياسر مشي وكلام صحيح. اللي كلام المجتمع ما تلاعرف خاصة أنك زمني منه بالمناسبة. صحيح صحيح. أستاذ ده كنت قبل عندكم فكرات بقوا تكلموا تكملوها قطعنا عنكم الكلام، تفضل. والله عندي مطالبة، مطالبة السلطات الأمنية خصوصا في المناطق الشرقية بتضييق الحدود، منع ذكر المتسللين اللي هم خصوصا الوعي، فهم الوعي ما هو بالمناسبة يقظة وعين ساهرة كما تقول، وأنها تطالب جميع الساكنة هنا بالتعاطي معها والتعامل معها والتبليغ عن أي حالة. لين شر موجود من دركانكم أنتم ما عدلتوا توعية وتعبئة وتحسيس لذلك المناطق عنك الناس المتسللة تم تبلغ عنها. عدلنا توعية نوزع فيها مشورات ونوزع فيها مشورات للوقاية من كورونا تحفيز الإجراءات اللي قابلت الدولة. جميل جدا. إذن مشاهدين الكرام الآن نصل إلى فقرة مواهب مع الفنانة التشكيلية عمر ولا أحمد، والتي أعدها زميلي عبد الجليل ولا علي. نتابع. بل عمر من مواليد سنة 1970 الشنقيطي، أدت دراستي الابتدائية بالزوارات مدينة الزوارات الساحلية، وصلت لدراسة جامعية في نوكشوط، وتخرجت من الجامعة 94 وبدأت مسيرتي الفنية العملية. اليوم وصلت لمرحلة مهندس معلوماتية، مريت مراحل في حياتي التعليمية والمهنية والتجريبية حتى أني مريت مرحلة ثقافية في حياتي في البنى التشكيلي، وفي الأخير توصلت إذا كان لخص لك أنا منهم مهندس معلوماتي متخصص في المعلوماتية من خلال بوابة الفن التشكيلي. إياك نتكلموا اليوم باللي تسموه الموهبة اليوم، إيك الساعة ما نعرفوا كان موهبة، هذه مشاكل طفولية كنا واحدين فيها وهي التفتنا عليها الموهبه في الاخير، من فوت الانسان يعود ناضج يفهم انه عنده موهبه. احنا ساعة واحد فيش من الاعمال الطفوليه اللي واحدين فيها احنا ونلتهاو فيها، وكنا ما يهواه هوايات خاصه. انا كنت نرسم دائما على الاحجار ونرسم بالحموم على الحيوط، شيء عمل ما هو مدني حتى يكرنا، هو اللي نجبروا فيه سعادتنا ونجبروا فيه فراقات وقت الفراق، نشتغلوا على نوع من الحركات، نرسم على الحيط وعلى الطاولة. ولا ننسى أن الساعة الأساتذة والمعلمين كانوا يعاقبونا عندنا نكتب على الطوابل بالقلوم ونخصروا القلم، إياك نجبروا مداد نعدوا به صورة هيكلية تمثل عن شكل حيوان ولا شكل شخص. معناها أن هذه الساعة بالنسبة لنا خرافة واحدين فيه، وقبل في الأخير اكتشفنا أنه هو الموهبة اللي لا يتوصلنا أن نعود بين قوسين الفنانين التشكيليين. معناها أن بدايتي مع الفن التشكيلي صرت ما لا ذيك اياه انسان مخبوش يكتب على الحيوط ويدقدق قلومه ويسخر اي شيء لا يجسد له صوره خارجيه من ذهن وياك نعت هذا الشخص نتفخر به على اصحابنا، لكن بالنسبه لنا هو بدايه الفن التشكيلي. هذه اللوحه عندها تاريخ، هذه يتقاطع فيها نوعين من الفن التشكيلي، فيها الرسم وفيها النحت لانها منحوته من التراب ارض شنقيط، وباين فيها اثر، وذاك الاثر ما هو اثر كل حد، ذاك اثر الوالد. وحتى اني بعدين في ترايت فكره اني نحتفظ بالاثر والارض ونكوفروا بين قوسين ماده معينه، احتفظت مالي بالحذاء اللي كانت رابط خليته في مكانه وكوفرته ودرته كشكل لوحه ورائعه، ولا تفارقني من ساعه عدلتها الحمد لله سنوات معايا، اي مكتب قسته تعود معايا. اولا فيها قدسيه لان اثر والده وجنته تحت اقدام الامهات ونحن مسلمين. ثانيا فيها روح فنيه، مزيج بين الفن التشكيلي المرسوم والملموس اللي هو النحت. ثالثا بالنسبه لي اخر عمل فني نعدله كفنان تشكيلي بين قوسين ساوي ندخل في مجال رجال الاعمال والعمل الاشهاري وتحويل الفن التشكيلي لصور مبيوعه. أه
سيدي محمد سبق ما نرجعوا لحوار ضيوفنا اللي نهقبوا هذا الفاصل عن طرق الوقاية من فيروس كورونا ونرجع لكم بعدين. إذن عدنا لكم مشاهدينا الكرام، لهنا نرجع لك دكتور تقولنا شن هي الطريقة اللي نتعاملوا مع الأطفال ذي الظرفية المعينة، خصوصا عنهم ذوقي في المدارس ياسر مشي محكم عنهم، حكم عن الألعاب عن الباركات، شن هي الطريقة اللي نقدو نسايروهم بها في المرحلة اللي نتخطى بإذن الله، واخلطنا معهم اللي المراهقين لأن قدر من الطاقات لابد يكون شغلي. شكرا جزيلا على السؤال. بالنسبة للأطفال، الأطفال حالا في حالة استثنائية كما قلت. ياسر من الأطفال ما يعرف لماذا وقف عن المدارس، هو نشاط يومي كان لهم، بالتالي قد يعود مثلا خايفين. يلا أهم شيء بالنسبة للأطفال نشعرهم على أننا موجودين من أجلهم، العائلة الأب والأم يقولوا للطفل نحن هنا بالمنزل من أجلك، فشي يشعر هو بالأمان لرعايته طبعا. والقضية الثانية على أن الأطفال دائما فيهم طاقة، وذيك الطاقة تحتاج للتفريغ، نفرغوا على شكل نشاطات منزلية، سواء وهنا مثلا طبعا نتيح الفرصة لقضية التعليم عن بعد اللي اتخذته بعض الإجراءات الحكومية، هي فرصة للأطفال كانوا يواكبوا ملية تعليمهم. بالنسبة للمراهقين يحتاجوا لنوع من التوعية شوي أعلى، قضية مثلا لماذا المخاطر الصحية إلى آخره والتحسيس، وبنفس الوقت يلا هم رسمي عدلوا برنامج استفادوا به من العزل المنزلي، واكبوا به دراساتهم، وفي نفس الوقت يعدلوا الانشطة المفيدة اللي داخل الحجر استفادوا منها. شكرا جزيلا على هذه الإجابات القصيرة والمفيدة. إذا مشاهدينا الكرام الآن نصل إلى فقرة مدائح لماسي فرقة واكشوط والتي عدتها منى موسى، نتابع. ربي سمعني لواءُ الله شوفني لواءُ ربي شوفني لواءُ يا الله شوفني لواءُ ربي سمعني لقاءُ ربي 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 ارفع وجهي يا ربي صوتك يا لا تخشى شاكرين فرقة واكشوط للمديح النبوي الشريف. أستاذ في عجالة، شن هي الآفاق المستقبلية والدراسات اللي همكم تعدوا في هاي الظرفية؟ بالنسبة لي موصي بعد جميع الناس
بالالتزام بقواعد الحجر الصحي، القواعد الصحية اللي طالب بها وزارة الصحة الالتزام بها، لأنها هي الدواء الفعال لفيروس كورونا. جميل جدا. إذا نعود لكم دكتور سؤال أخير في 30 ثانية، ما مدى تأثير الهلع والخوف على حياة الشخص بالمختصر؟ شكرا جزيلا. بالنسبة للخوف والتوتر يسبب ثلاث أمور أساسية. أولا التوتر الشديد يسبب خلل التفكير، إنسان ما تلي قد يفكر، نحن نحتاج التفكير سليم. ثانيا قد يسبب اضطرابات في النوم، ثالثا قد يضعف المناعة. بالتالي أهم شيء على الإنسان على مدى تتجنب الشائعات، تقبل الأخبار السليمة، وتحترم التوصيات الصحية، وإن شاء الله ودور تجبر الاستقرار النفسي، خصوصا في هذا الشهر الكريم ما ننساو القضية الروحانية اللي هي الصلاة والقيام، وهذا عنده أثار جد مهم في الصحة النفسية. جميل جدا. إذا زميلتي محمد وصلنا لنهاية هذه الحلقة الليلة من برنامج أماسي رمضانية، اللي نشكر ضيوفي الدكتور الدين العبيدي، شكرا لك محمد الدين العبيدي، شكرا لك الأستاذ الداهو اللي سلموه، شكرا لك، اللي نشكر الفريق اللي أشرف على إعداد هذا البرنامج في التصوير فاضل محمد سالم، سيداتي والحمادي في الإخراج الشيخ عبد الله، الديكور والإضاءة مصطفى سليمان، الصوت الشيخ التراد، الإرسال الداهو السبتي، التنسيق عبد الجليل والعلي ومنى موسى، والإشراف العام أميمة محمد أحمد. جميل جدا. إذا مشاهدينا نتمنى أن تكون حلقتنا هذه قد نالت إعجابكم. مشاهدينا هذه تحيانا جميعا، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.